في بلادنا في منطقة القصيم قبل 60 عاما تقريبا كانت أكثر بيوت الناس من طين، ثم هطل مطر متوال أيام متعاقبة، فأكثر الباعة لم يستطيعوا أن يأتوا أماكن بيعهم لأن البيوت والمحال التجارية من طين، مع وفرة المطر لا الأرض تعين على المشي ولا المحل التجاري يعين على أن يفتح، المهم حال المطر بين الناس ما بين تجارتهم. فأحد التجار يعلم أن أحد الناس لديه مال، كان يومئذ جنيهات توضع في صرة، فذهب إليه يقترض. دخل عليه وجده مريضا علة عارضة، وقال له يا فلان أقرضني حتى أعود وأفتح محلي ثم إذا ربحت عدت إليك. فالرجل يعرفه فقال أبشر، وهو على عجزه وضعفه من تحت وسادته أخرج صرة فيها جنيهات وأعطاه ما يريد 2، 3، 4 أخذها. هذا الذي أخذ وأراد أن يقترض طمع في باقي الصرة، وغدا ذهب. جاء الليل بظلامه، دخلت المرأة تبيت عند زوجها وعندهم طفلة صغيرة، البيت غرفة وفناء، الفناء غير ذي سقف والمطر يهطل لم يتوقف. هذا الذي اقترض جاء يريد أن يسرق وقد بيت أمرا. نقول لهذا الشاب الآن راقب صنيعه وراقب صنيعك وانظر إلى قدرة الله. فجاء الرجل وحمل الطفلة والأب والأم نائمان ووضعها في وسط الفناء. الطفلة مع المطر استيقظت، صرخت، صاحت، الأم قامت، وكان يريد أن الأم تقوم إلى بنتها، فلا يبقى إلا هذا المريض، فيأتي هو ويأخذ المال مقنع لا يعرفه وظلام الليل ويمضي. لكن الأم لم تقم وقالت إن الطفلة لا تملك أن تحبو حتى تصل إلى الفناء، وأن أحد الماء حملها، فخافت وأخذت تقنع زوجها على مرضه أن يذهب معها. أمام إلحاحها قام الزوج، قام الأب، قام المريض متكئا عليها حتى تطمئن، وهو يسمع صياح ابنته. خرج الاثنين من الغرفة، خرج إلى أين؟ إلى وسط الفناء حتى يطمئن على الصغيرة. هذا السارق، هذا المبيت المكر، الآن هي جاءته أحسن مما يتوقع، هو أراد أن تخرج المرأة، الأم، المرأة فقط، إذا بالرجل والمرأة يخرجان، إذن بالنسبة له حقق أعظم مما يريد، لكنه نسي الأمر الأعظم وهو قدرة الله. ثم دخل وهذان بعيدان لم يعلم به أصلا والليل مظلم، رفع الوسادة أخذ الدنانير في يده، قبل أن يخرج سقط سقف الغرفة، سقط عليه ومات تحته. فنجى الله المرأة والزوج والفتاة. تنادى الناس، قام الجيران أخذوهم إلى المنزل إلى أقرب دار، قالوا إذا أصبحنا يخلق الله ما يشاء. أصبح الناس، قل المطر، ظهرت الشمس، بدأ الناس يبصرون، أتوا إلى البيت هم مطمئنون أن أحدا لم يمت لأن العائلة كلها 3، أتوا إلى الغرفة للإطمئنان على المتاع، فإذا به عياذا بالله ميت والدنانير في يده. نسي الله فنسيه.